الكرام، من هنا من مقر احتفال الشرطة المصرية بعيدها 71، ها هي مصر تحتفل بأبطالنا من رجال الشرطة المصرية الذين قدموا الكثير من التضحيات والبطولات لكي تظل دائما مصرنا الحبيبة أبية عزيزة قوية أبد الدهر ومستقرة، لكي تصبح دائما واحة للأمن والاستقرار في هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا كمصريين. كل عام ومصر دائما بخير، وكل عام وكل أبطال الشرطة المصرية دائما بخير. أهلا بك أحمد. أهلا بك ريهام، صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وإن طال الزمن ومرت السنوات تبقى تضحيات رجال الشرطة المصرية عالقة في الأذهان. هذه التضحيات التي تتجدد عام بعد عام بفداء الشرطة المصرية بأرواحهم من أجل حفظ أمن واستقرار شعب مصر العظيم، من أجل حفظ أمن واستقرار أكثر من 120 مليون مواطن مصري. ففداء وبناء، هذا الشعار الذي رفعه أبناء الشرطة المصرية الرجال الأبطال منذ أن تم تأسيس هذه المؤسسة الأمنية العريقة التي دشنت في عام 1805 واستمرت تضحياتها. وربما أبرز محطات هذه التضحيات التي كتبت بأحرف من نور هو التاريخ الذي نحن بصدده اليوم 25 من يناير من عام 1952، هذا التاريخ الذي يتم تخليد ذكراه كل عام في نفس الموعد احتفاء واحتفالا بما قدموه هؤلاء الرجال من أجل حفظ أمن واستقرار مصر بعدما قاموا وتصدوا أمام العدوان البريطاني في محافظة الإسماعيلية. في حقيقة الأمر هذا الشعار ليس شعارا براقا أو شعار يرفع، بل يترجم بأفعال، أفعال البناء، أفعال أيضا حفظ الأمن والاستقرار، وفاء للقسم الذي أقسموه رجال الشرطة المصرية بعدما أدوا فترة التأهيل الخاصة بهم هنا داخل أكاديمية الشرطة حيث مقر انعقاد احتفالية اليوم. وكما تابعنا وصل منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من كبار رجال الدولة إذانا باحتفالية مصر هذا العام. بالفعل أحمد، مصر تحتفل بالكامل بأبطالنا من رجال الشرطة المصرية، ونحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس لمقر هذا الاحتفال في قاعة الاحتفالات الكبرى هنا في أكاديمية الشرطة، هذا الصرح العلمي الأمني الشامخ الذي دائما ما يرفع راية العلم في خدمة الأمن، والذي يعمل على تأهيل وإعداد ضباط الأمن ورجال الشرطة بأعلى الوسائل العلمية. هذه الأكاديمية التي تعد الأكبر والأقدم على مستوى أكاديميات الشرطة في العالم بأسره. بالتأكيد مشاهدينا، هذه القدرات والبطولات التي قدمها وما زال يقدمها أبطالنا من رجال الشرطة المصرية ليس فقط الناحية الأمنية و الاهتمام بالارتقاء التام والتخطيط العلمي للمنظومة الأمنية والارتقاء أيضا بمنظومة الموارد البشرية والعنصر البشري، ولكن أيضا بتعتبر وزارة الداخلية هذه المهمة في غاية الأهمية، وذلك نظرا لثوابت الجمهورية الجديدة وبناء الجمهورية الجديدة التي نحن الآن بصددها. بالفعل أجهزة الشرطة المصرية تعمل الآن بأحدث الوسائل العلمية في تقديم مختلف الخدمات الأمنية، وأيضا في تقديم مختلف الخدمات الجماهيرية لكي تسير على درب التنمية الشاملة التي تنعم بها مصر حاليا. فلولا الأمن والاستقرار والأمان الذي ينعم به وطننا الحبيب ومصرنا الغالية لما تحقق هذا التقدم وهذه النهضة وهذه التنمية الشاملة، والتي تعد هي اللبنة الرئيسية لجمهوريتنا الجديدة، والتي تؤكد أيضا على ثوابت الجمهورية الجديدة. بالفعل وزارة الداخلية تنتهج الكثير من الوسائل العلمية والتكنولوجية في مختلف الخدمات التي تقدمها، فهي تنتهج أحدث الوسائل العلمية وذلك في رصد مختلف العناصر والبؤر الإرهابية، بقايا هذه البؤر الإرهابية، وأيضا القيام بالعمليات الأمنية الاستباقية الدقيقة وأيضا منع حدوثها قبل أن تحدث، بالإضافة أيضا إلى المتابعة الدقيقة
الدقيقة واليقظة الأمنية المتواصلة من أجل الوصول إلى مختلف المتغيرات التي تحدث في هذه النشاطات الإرهابية وهذه العناصر الإرهابية ومنع وصولها إلى الداخل المصري. هذا بالإضافة أيضا إلى تصدي وزارة الداخلية الحاسم للعمل على مكافحة المخدرات، وليس فقط تجار المخدرات ولكن أيضا الحفاظ على شبابنا من الوقوع في براثن الإدمان من خلال التصدي لتجار هذه المواد المخدرة، بل والتواجد من خلال عمليات وحملات ووحدات شرطية مكبرة في محيط الأندية وأيضا في محيط المراكز الشبابية والمدارس والجامعات للحفاظ على شبابنا آمن سالم من هذا الخطر الأكبر الذي يعني يواجهه شبابنا، بالإضافة أيضا إلى الكثير من الخدمات الجماهيرية المختلفة والتطور الذي حدث سواء في تراخيص المرور وكذلك أيضا اليقظة الدائمة من قبل إدارة المرور للعمل على إلزام جميع المواطنين بكل ما يتعلق بقواعد المرور من خلال المتابعة التكنولوجية للسرعات الزائدة والحد من السرعات الزائدة وغيرها طبعا من أجل الوصول إلى السيولة المرورية الحقيقية والحد من الحوادث، وخدمات كثيرة يقدمها رجال الشرطة المصرية أحمد في خدمة المواطن المصري بالتأكيد. وهذا هو ما نص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقاله من هنا من داخل أكاديمية الشرطة في الاحتفال بعيدها الماضي في العام الماضي العيد رقم 70، حينما قال السيد الرئيس بأن الغاية الأسمى في البقاء للدولة هو وجود جهاز شرطة قادر وواعي ومدرك طبيعة هذه المرحلة يستطيع حفظ أمن واستقرار البلد، وهذا ما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في الأبناء من الجنود والضباط والعاملين فيها من خلال الارتقاء بالمنظومة الأمنية ومواكبة كل المتغيرات التي تحدث في الجريمة كي تكون دائما الشرطة المصرية لديها خطوة استباقية قادرة على كشف هذه الجرائم قبل وقوعها. وربما خير دليل على ذلك بأن مصر مرت بأحداث جسام، هذه الأحداث كانت كفيلة بأن تعيد هذا الوطن الغالي إلى عشرات السنوات إلى الوراء لولا عناية المولى عز وجل ثم قيادتها الحكيمة وأيضا جهود أبنائها سواء ضباط الجيش أو أيضا ضباط الشرطة المصرية الذين استطاعوا التصدي لكل المؤامرات التي كانت تحاكى لمصر سواء كانت مؤامرات داخلية أو خارجية. كل ذلك لن يتحقق إلا بجهاز شرطي واعي قادر على تحمل المسؤولية يدرك طبيعة المرحلة الحالية وأيضا له خطوة استباقية قادر على اكتشاف ما هو يحاك في الخارج من مؤامرات وإرهاب كان يتربص بمصر. إذن نحن نحتفل اليوم إرهام بالعيد رقم 71 لعيد الشرطة، ووجود السيد الرئيس هنا في عرين الأبطال هو خير دليل على تكريم هؤلاء الرجال، ولا نريد أن ننسى أيضا رهام شهداء مصر من رجال الشرطة وأيضا الجيش لما قدموه من أجل حفظ أمننا واستقرارنا. بنقدم بالتأكيد كل التحية والإعزاز لأرواح شهدائنا الذين فضلوا الخلود في السماء ببطولاتهم عن البقاء في الأرض، كل التحية أيضا لأسر ذويهم الذين عانوا من فراقهم الأخ أو الأب أو الإبن أو الزوج في سبيل أن تظل مصر دائما باقية مرفوعة الرأس عزيزة وأبية. بالفعل مشاهدين في هذا اليوم الخاص الذي تهب فيه نسمات الكرامة الوطنية، نسمات العزة في هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا كمصريين، ذكرى معركة الإسماعيلية والتي نحتفل فيها بالعيد 71 للشرطة المصرية لكي نقدم لهم كل التقدير وكل الاحترام وكل التحية على كل ما يقدمونه من خدمات متواصلة للمواطن المصري. هناك الكثير من التسهيلات التي تقدمها الشرطة
المصرية بشكل كامل للمواطن المصري من خلال الخدمات المختلفة، من خلال الأحوال المدنية والتطور الذي حدث فيها، كذلك أيضا إصدار تصاريح العمل، وثائق السفر، بالإضافة طبعا إلى الاهتمام البالغ من قبل وزارة الداخلية في التعامل مع القادرين باختلاف ذوي الهمم والمرضى وكبار السن، وتقديم كل الخدمات بشكل ميسر وبأحدث الأساليب والوسائل العلمية. بالتأكيد مشاهدينا، معين هذه الأمة لا يمكن أن ينضب أبدا، وأرض هذا الوطن دائما يفيض بالخير وينجب الرجال والأبطال الذين يدركون تماما ويضربون أروع الأمثلة في الانتماء لهذا الوطن، لكي يظل دائما رجال الشرطة هم الأبطال مع رفقاء دربهم من رجال قواتنا المسلحة البواسل، ليمثلوا دائما الحصن المنيع لهذا الوطن ضد أي معتد آثم. نعم ريهام، تحية تقدير وشكر وعرفان لرجال الشرطة المصرية البواسل الذين صانوا الأمانة وحفظوا العهد وأوفوا بهذا القسم، قسم أن تكون مصر آمنة مستقرة وواحة للأمن والأمان.